السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم نسوي سوشي. طبعا هدول الورق اشتريتهم من اليوم الصيني. طبعا سوشي في 10 ورقات. طبعا الورقة في منها خشن هون وهون الناعم. انا طبعا حطيت بدون حصيرة بدون اشي، حطيت ورقة الشفاف هاي الفولي. هون الناعم، هون هتلاقي في خطوط مربعة يمكن تكون واضحة. الخطوط هذه كانها بتقول لي في هذا الاتجاه، يعني هيك هسويها على اساس انه انا بدي اروح في هذا الاتجاه. الرز انا مسويها هي هون خبيصة ملزق. حطيت طبعا انا هون شوية جزر، شوية خيار قطعتهم طولي، هاي لكس، هاي كانوا احدى التجارب بالاول. طبعا لسه ما قطعتهم طولي، بس هدول اول اشي هيك عشان بعدين بالاخير كله قطعوا دوائر. طبعا هنا شوية مي عشان اذا بدي الزق او اشي. نيجي هلا ان شاء الله تكون توضح الصورة كيف هنسويهم اشي حلو. طبعا بالاول بدي احط شوية مي، هون جيب شوية رز هاي زي ما انتو شايفين. طبعا عشان ما تلزق الهاي فبتفضل دايما نجيب شوية مي. أول شي بجيب الرز، هاي في حالة إنه أنا بدي أنقذ رز مخبص عندي الأولاد مو قابلين ياكلوه، فحبيت أسوي لهم إياه بطريقة تانية. نحط مي، كل ما حطيت المي ما بلزق في إيدك الرز، بالعكس هيلزق فيها هي. تمام، طبعا يفضل انه تكون ابطأ اشي فيها. وقد ما يكون يعني طبقة خفيفة جدا من الرز. طب ما في داعي لها انا حتطلع. وبعدين يفضل كمان انه هون في المنطقة هاي ما في داعي، لانه هون حيجي اللفة، فانا بحطها هون احسن هيك. ماشي، هاي هون اساس تكون متناسقة. اوكي، بعدين بنحط شوية هيا لاكس. شوية جزر، خيار، وهاي يعني تقريبا خيارة أو خيارتين لهي 10 ورقات، وهي جزر يكفي، وجزرتين يعني ضعيف جدا قد ما يكون، يعني أشياء بسيطة حتى نحط جوا. وبعدين شوفها هيك هيها، هلا تكون وضحت هيك بطلتها اساس انه بعدين بسحبها. هذه الورقة هي الفولي تبعنا، ورقة الشفافة اللي بنحط نغطي فيها الصحون. وهذه هي اتسوت، خلصناها. بس هذه هي
تكملتها. طبعا سكينة حامية، واحد قد ما كانت حامية كل ما كان أحسن. هيك طبعا ممكن اكلها مع صويا، ممكن اكلها مع شغلات تانية، ممكن تحط واحد معها فلفل احمر كمان ازكى. يعني في ناس طبعا بحطوا كمان مرات اناناس، شغلات تانية. بوتين ابيتيت، صحة وعافية.